ردود أفعال متوقعة توالت في أعقاب انتهاء الأكراد في شمال العراق من التصويت على استفتاء على الاستقلال، متجاهلين ضغوط بغداد وتهديدات تركيا وإيران وتحذيرات دولية من أنه قد يشعل المزيد من الصراعات في المنطقة. ففي بغداد وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء بأنه غير دستوري، وأنه أجري دون أي اعتراف دولي، وأن العراق لن يرضى بنتائجه، وأن حكومته غير مستعدة لمناقشة نتائج الاستفتاء أو التعامل معه. بينما أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض حكومته لهذا الاستفتاء قائلا إن دمشق تؤيد وحدة العراق. في سوريا لا نعترف إلا بعراق موحد، ونرفض أي إجراء يؤدي إلى تجزئة العراق. هذه خطوة مرفوضة ولا نعترف بها. أما تركيا فقد لوحت بفرض عقوبات على حكومة إقليم كردستان، وقال رئيس وزرائها بن علي يلدرم إن أنقرة يمكن أن تتخذ إجراءات عقابية ضدها تتعلق بالحدود والمجال الجوي بسبب الاستفتاء على الاستقلال، وإنها لن تعترف بنتيجته، وأضاف أن بلاده ستقرر تلك الإجراءات بعد محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بأن توقف تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب الذي ينقل الخام من شمال العراق للعالم عبر أراضيها، بما يمثل ضغطا إضافيا على إقليم كردستان شبه المستقل. ويمثل الاستفتاء فرصة تاريخية للأكراد، وهم أكبر جماعة عرقية تركت بلا دولة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل نحو 100 عام، رغم الضغوط الدولية المكثفة لإلغائه. ومن المتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت بنعم لصالح الاستقلال بأغلبية مريحة. ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات على الانفصال.